جدا انها تحقق نجاح كبير، انها تكون متواجدة بقوة وسط نجمات الصفوف الاول. ما شفتش حد في الفترة اللي فاتت، ما كانش بيسألني هي جميلة عوض هتيجي قصر السينما في ندوة الأحد المعروفة بنادي نجم وندوة، وعاوزين يجي منهم الحقيقة أولادي، منهم زوجتي اللي حضرت معانا النهاردة، يعني مساعدتها إنها تحضر، فلها شعبية كبيرة واستطاعت فعلا في فترة وجيزة إنها تحقق حب من الناس ليها، وده مش غريب عليها لأنها أيضا يعني ابنة عائلة فنية كبيرة، فهي والدها صديقنا المخرج الكبير الأستاذ عادل عوض، والدتها النجمة الجميلة رندا، وجدها طبعا أستاذنا جميعا الأستاذ محمد عوض، ونحييه طبعا من هذا المكان. عادة لما بيبقى فيه نجوم مهمة بتصل بالناقد الأهم في الشرق الأوسط صديقي الكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي لحيه. فأستاذ طارق يقول لي هاجي أو مش هاجي، هو الناقد الوحيد الحقيقة اللي بتعامل معاه، يقول جاي يقول أنا مش جاي، وتربطني به علاقة طويلة يعني تمتد لسنوات طويلة، بتسمح له وتسمح لي ان انا اقول له حاضر. فلما قلت له جميلة عوض فقال لي انا بحبها قوي ودي نجمة جميلة وانا هادير الندوة، فدي في حد ذاتها من بدايتها كده اشادة من ناقد كبير كلنا بنحترمه، فبنشكره ان هو حضر معانا هنا. وهت يعني في تقليد بنعمله في الندوات ان احنا بنكرم النجوم اللي بيجونا، فاسمحوا لي باسم الهيئه العامه لقصور الثقافه وقصر السينما ان انا اهدي النجمه جميله عوض الدرع بتاع هيئه قصور الثقافه وشهاده من قصر السينما. موبايلك يا جميل مساء الخير. الحقيقه ان الاستاذ تامر يعني قال كتير من اللي انا كنت عايز اقوله، وقاله كمان بجمال، فاحاول اقوله بطريقه يعني معقوله شويه. الفن المصري في العشرين عام الاخيره او في ربع القرن الاخير كان بيعاني من ظاهره اسمها ظاهره التوريث، بمعنى ومش في التمثيل بس، لا ايضا في الغناء. تقريبا كل ابناء المطربين حتى القدامى منهم فجاه كذا، عبد العزيز محمود، عبد الغني السيد وغيرهم، محرم فؤاد و كلهم ظهر لهم ابناء بيغنوا ناهيك عن الجدد، واللي مالوش مثلا زي عبد الحليم ما اتجوزش وبالتالي ما عندوش اولاد، ظهر له ابن اخ برضه بيغني. ناهيك بقى عن النجوم، نادرا ما بتلاقي نجم او نجمه مالوش ابن او ابنه بتمثل، لما يكون هو كمان كان مشروعه التمثيل يعني، واللي ما مثلتش هي اللي رفضت. يعني مثلا منى بنت حسين فهمي ومرفت امين هي اللي رفضت، كانوا عايزين فيلم
السادات كانت تعمل دور جهان بس هي اللي لم تتحمس. فالمهم انه الظاهره دي ما اقدرش اقول انه ابناء الفنانين كلهم مش موجودين، لا، بس مؤكد طبقا للعلم ان الجينات بتتنقل بنسبه 10%، يعني مش ممكن كلهم بيبقوا نجوم زي وماشيين على نفس الدرب. فال 10% اللي في العالم واللي في علم الوراثه تحولت الى في مصر الى 90%. فبين انا اتوجس خيفه من لما بيظهر فنان يبقى ابوه مخرج، جده ممثل عظيم، حاجات كده، ان هو مجرد تكرار للحكايه دي. الحقيقه جميله من القلائل، طبعا في اسماء اخرى عشان ما اظلمش، في ناس فعلا موهوبه وبعضهم من وجهه نظري تفوق حتى على الاب او الام، وبعضهم كانوا ما بيعتمدوش على الاب او الام، بل بالعكس ممكن يكونوا هم اللي بيجعلوا العيله تشتغل في وجودهم، لكن الاغلب كان في قوه دفع. بالنسبه لجميله هي حاله من الحالات الاستثنائيه اللي مفيش قوه دفع، هي لوحدها، حتى الناس وانا واحد منهم. طبعا الاستاذ عادل صديقه، لكن عمري ما ربطت غير بعد كده ان هي بنت عادل عوض. بقينا نحس انه من كثره الحكايه انه النادر هو الجيد. جميله فعلا من هذا النوع. وفن اداء الممثل مرتبط بالزمن، باللحظه، ومن السهل قوي انك تكشف فنان تجاوزه الزمن او فنان ما يبقاش ابن الزمن. جميله مثلا بالنسبه لي لفتت نظري في تحت السيطره من البدايه. بعتقد انه ناس كثيره في تحت السيطره بدات تحس ان انت امام فن اداء عصري جدا، ابن الزمن ده. في تلقائيه، في ايضا واقعيه الزمن وتلقائيته، في الفطريه، في الاحساس الصادق. وبدات مسيرتها من عمل فني لعمل فني. من الصعب انه بالنسبه للجميله اللي انا شفته على الشاشه، هي ربنا مديها حاجه من عنده جنب الموهبه، انه ملامحها ممكن تبدا من 15 لغايه 25، في قول اخر 27، لكن هنخليها لغايه 25. في المراحل ديت مصدقه، ودي برضو من الحالات يعني مثلا في فيلم ثانوي، ثالثه ثانوي اسمه ولا بنات ثانوي، هم اخر ثالثه ثانوي يعني، فبالتالي بنتكلم برضو على 15 كانت مصدقه. فهي هنا بقى في جزء اخر من الطبيعه، ان هي ممكن تخلي الوجه والاحساس قبل الوقت يقنعك بزمن من 10 ل 15، ماشي 15، يقنعك بزمن انه من 10 ل 15 في المراحل دي هي مصدقه وممكن تكبر. هو الصعب قوي ان الفنان يصغر، لكن الاسهل ان هو يكبر، يعني ممكن يصل ل 40 و50 وهو يبقى عنده 25 مصدق. لكن لما بيجي بقى فنانه تبقى مثلا عندها 30 40 سنه وعايزه تعمل دور طالبه في كليه بتاع عشان تنزل درجات، تعمل بقى ضفيره، تعمل مش مصدقه. فجميله عندها فرص انها مصدقه ب 10 سنوات يتخصموا من عمرها، ومصدقه بقى باي عدد من السنوات تضاف ايضا اليها. لاحظت انا انه كتير من النجوم لما بيبتدي يحس بطرقات النجوميه على الباب وانه في وهج، الحقيقه الاعلام، يعني اصل احنا الاعلام ده كان زمان بنتكلم على قناتين، اولى وثانيه في التلفزيون، وكم جريده، ثلاث اربع جرائد وخلصنا. فكان قادرين نضبط الحكايه. لما الاعلام زاد، الحقيقه الزياده دي ادت الى انه بقى الفنان بيحس بانه كان زمان عشان مثلا واحد يعمل، يعني ينزل له حوار في الاخبار، عبد الحليم حافظ بكل عظمته ده يبقى